قبل ما نروح للمؤتمر الصحفي لروبرتينيو اوليفيرا المدير الفني لفريق سيمبا، خلينا نروح للاهلي الاول، نطمن من خلال زميلنا فاروق صلاح الموجود في الاهلي في الجزيره دلوقتي على استعداد الفريق وعلى قائمه النادي الاهلي وعلى جاهزيه نجوم الفريق ان شاء الله لمباراه بكره. يا فاروق مساء الخير. برحب بيك زميلي العزيز احمد سمير، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره ومن محيط ملعب مختار التتش. وزي ما بنقول وبناكد، لا صوت يعلو فوق صوت مباراه العوده الاهلي وسيمبا، مباراه مهمه جدا في مشوار الاهلي هذا الموسم. نتمنى كل التوفيق لفريقنا ان شاء الله في هذه المباراه ويتجاوز هذه العقبه، وطبعا الانتقال الى الدور الثاني ثم ان شاء الله استكمال البطوله واقتناص الكاس الاولى باذن الله. تدريبه الاهلي الرئيسيه ملامحها برنامج مستر مارسيل كولر مع الفريق النهارده. فاروق، وعايز اطمن منك على قائمه النادي الاهلي. يمكن في المؤتمر الصحفي مستر كولر اكد على جاهزيه كتير من اللعيبه اللي ما شاركتش في مباراه الذهاب. كنت امبارح اتكلمت على جاهزيه امام عاشور، على جاهزيه عبد المنعم، على جاهزيه معلول. عايز اعرف النهارده، وعايز اعرف منك مودست اخباره ايه. انا عرفت برضو انه نزل امبارح التدريب، شارك بشكل كامل ولا لا، ومدى جاهزيته. هو كان امبارح بيتمرن في الجيم اعتقد، ومدى جاهزيته للوجود في التدريب النهارده ولا لا. يعني خليني في البداية زميلي أحمد أطمنك، طبعا كان اليوم المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق سيمبا، وأيضا المؤتمر الصحفي لمستر كولر والكابتن محمد الشناوي اللي اتكلموا على هذه المباراة ويعني آخر الكواليس واستعدادات النادي الأهلي لهذه المباراة. وزي ما صرح مستر كولر، الأهلي كامل العدد إن شاء الله في مواجهة فريق سيمبا. عايز أطمنك على كافة اللاعبين، تقدر تقول النادي الأهلي بيستعيد عناصر كتير جدا كان بيفتقدها في المباراة الأخيرة. بأكد لك جاهزية أنطوني مودست، وزي حضرتك وضحت بالظبط زميلي احمد ان هو بالامس اجرى يعني جانب من التاهيل بعد طبعا نزله البرد اللي كان اصيب بيها اللاعب خلال الفتره الماضيه. باكد لك جاهزيته، بيشارك النهارده في التدريب الجماعي بالكامل، وباكد لك جاهزيته ووجوده في قائمه النادي الاهلي لهذه المباراه. باكد لك ايضا جاهزيه محمد عبد المنعم وعودته للنادي الاهلي في هذه المباراه، وايضا وجوده في قائمه النادي الاهلي لهذه المباراه. وجود ايضا وعوده علي معلول، الاضافه قويه جدا، وعودته ايضا للنادي الاهلي. باكد لك ايضا على جاهزيه ووجود محمود متولي، كريم نيدفيد ايضا جاهزين لهذه المباراه، امام عاشور وجاهزيته التامه. اعتقد يعني واحد من اللعيبه تقدر تقول ان شاء الله يكون في التشكيل الرئيسي للنادي الاهلي طبقا للي احنا شايفينه في هذه التدريبات الجماعيه النهارده المستر كولر. تقدر تقول، وباكد على كلام مستر كولر، الاهلي جاهز، الاهلي كامل العدد بمنتهى الجاهزيه لكافه اللاعبين. تقدر تقول زميلي احمد اللي هيغيب عن النادي الاهلي في هذه المباراه يعني خارج حسابات مستر كولر في هذه المباراه هو كريم فؤاد وعمرو السوليه، اللي بالامس طبعا شاركوا في الجزء الاخير من البرنامج التاهيلي. لكن ان شاء الله بعد مباراه سيمبا التنزاني نبدا نشوف بقى كريم فؤاد، ونبدا نشوف عمرو السوليه ان شاء الله في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي. فاروق، وانا وانت معايا على الهواء اسمح لي بس اقف، يعني انا شايف اكرم توفيق، واكرم توفيق بالنسبه لجمهور النادي الاهلي واحد من اللعيبه المهمه جدا، عارفين ان هو جاهز وبيشارك الفتره الاخيره بشكل كويس جدا في التدريبات، سافر مع البعثه في تنزانيا. ايه اخبار اكرم؟ البرنامج اللي محطوط له لتجهيزه امتى ممكن، لو عندك معلومه امتى ممكن حتى لو بشكل تدريجي يتم الدفع بيه في ماتشات؟ يعني تقدر تقول زميلي احمد اكرم جاهز النهارده، موجود في التدريب بالكامل، اعتقد بنسبه كبيره جدا موجود في قائمه النادي الاهلي لمباراه الغد باذن الله. اكرم توفيق واحد من العناصر طبعا المهمه للنادي الاهلي. طبعا انت عارف يعني لظروف الاصابه الفتره الطويله اللي غاب فيها اكرم توفيق، مستر كولر ما كانش عنده يعني استعجال ان هو يدفع بيه، فكان بالنسبه له اكرم توفيق ماشي في برنامج تاهيلي موضوع لاكرم توفيق، الى جانب طبعا الشغل الفني ومشاركته في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي، مشي في برنامج تدريبي اكثر من مميز يعني بالنسبه لاكرم توفيق. طبعا مع الدكتور محمود حمدي طبعا اخصائي التاهيل في النادي الاهلي، اللي زي ما حضرتك شايف يا احمد الصوره، واكرم توفيق يعني في جزء في كده في التدريب بالجانب التاهيلي مع محمود حمدي. لكن باكد لك جاهزيته، بيشارك في التدريبات الجماعيه في الوقت اللي انا بكلمك فيه، بيشارك في المرام الجماعي او في يعني خلاص الرتوش الاخيره للنادي الاهلي استعدادا لهذه المباراه. واحد طبعا زي ما انت قلت واحد من العناصر المهمه للنادي الاهلي تقدر تستفيد منه في اكثر
اكتر من مركز، لكن طبعا جاهزيه كافه اللاعبين الى جانب اكرم توفيق ده الامر اللي بياكد عليه مستر كولر، باكد عليه من خلالك عوده كافه هؤلاء اللاعبين والعناصر المهمه في فريق النادي الاهلي، تدي يعني مزيد من القوه لفريق النادي الاهلي ان شاء الله في هذه المباراه. طبعا اليوم النهارده زي ما قلنا كان المؤتمرين الصحفيين، النادي الاهلي تقدر تقول ايضا خلاص النادي الاهلي طبعا بالزي الرسمي والرداء الاحمر للنادي الاهلي، الزي المميز غدا للنادي الاهلي في هذه المباراه. مستر كولر قبل المران اجتمع مع اللاعبين في محاضره مع اللاعبين، اتكلم طبعا على خلاص ضروره نسيان مباراه الذهاب، مش عايز ان احنا نفكر في المباراه، مباراه وانتهت، انا داخل المباراه النتيجه 0-0، انا داخل المباراه من الاول وجديد، مهم جدا ان انا افوز. صحيح، ويجب كمان فاروق استغلال النتيجه الايجابيه اللي يمكن صدرت الضغط اكتر على فريق سيمبا في مباراه الذهاب، واصبح هو المطالب بالمبادره، وده يمكن يدي فرصه لمستر مارسيل كولر ولفرقه النادي الاهلي بكره ان شاء الله انها تنجح في تحقيق فوز مريح يطمنا على المشوار اللي جاي، وخصوصا ان المواجهه الاقرب لينا في حاله تخطي سيمبا هتكون مع سان داونز.